ترسم التغيرات الجيوسياسية خرائط جديدة بين دول المنطقة العربية. العالم يرسم المستقبل. ما هو دورك؟ المؤتمر السنوي التاسع لمؤسسة الفكر العربي في 8 و9 من ديسمبر. نقاش صريح ورؤية طموحة لدورنا اليوم من أجل مستقبل أفضل. يتجه العالم لبناء اقتصاد معرفي والتسلح بأدوات هذه المعرفة. العالم يرسم المستقبل. ما هو دورك؟ المؤتمر السنوي التاسع لمؤسسة الفكر العربي في 8 و9 من ديسمبر. نقاش صريح ورؤية طموحة لدورنا اليوم من أجل مستقبل أفضل. كيف يواكب مجتمعنا التغيرات التابعة من داخل المجتمع وخارجه؟ العالم يرسم المستقبل. ما هو دورك؟ المؤتمر السنوي التاسع لمؤسسة الفكر العربي في 8 و9 من ديسمبر. نقاش صريح ورؤية طموحة لدورنا اليوم من أجل مستقبل أفضل. خلق بيئة محفزة يسهم في خلق أصحاب المبادرات ورواد الأعمال العرب. العالم يرسم المستقبل. ما هو دورك؟ المؤتمر السنوي التاسع لمؤسسة الفكر العربي في 8 و9 من ديسمبر. نقاش صريح ورؤية طموحة لدورنا اليوم من أجل مستقبل أفضل. استيعاب المتغيرات رهن بتغيير الرؤية والرؤية. العالم يرسم المستقبل. ما هو دورك؟ المؤتمر السنوي التاسع لمؤسسة الفكر العربي في 8 و9 من ديسمبر. نقاش صريح ورؤية طموحة لدورنا اليوم من أجل مستقبل أفضل.